السلام عليكم أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم كل الترحيب. أنا صراحة كنت أتمنى أنه تكون لقائنا الأول غير أفضل من هيك، يعني نلتقي بالقاعة وبالكلية ونتعرف على بعض، ولكن الحمد لله إن شاءت الظروف ونتمنى انه تكون قادم الايام افضل، ترجع الامور بشكل طبيعي ونرجع لقاعات الدراسه وتتغير الامور وترجع الامور افضل ان شاء الله. طلاب، اني ان شاء الله حكمل معاكم وححل محل الدكتور محمد ونبدا من حيث انتهى، ننطلق من حيث انتهى معاكم دكتور محمد. وان شاء الله اليوم محاضرتنا هي الثيرد ويك تريلامينر جيم ديسك. حناخذ كل ما يتعلق بهذه البريود بشكل تفصيلي وبشكل مبسط بنفس الوقت، بحيث ما انطيكم كل شيء، راح ناخذ الشغلات اللي مهمه وتهمكم. ومثل ما قلت لكم ان شاء الله تكون محاضره بسيطه، واللي هي مثل ما ذكرت فتره الثيرد ويك تريلامينر جيم ديسك وعملية الفورميشن مال هذه اللايرز اللي هن الجيرم لايرز 3 جيرم لاير بشكل تفصيلي، وايضا ما يحدث الجزء الاخر راح يكون، يعني هذا محاضرتنا اليوم حتكون عباره عن جزئين، الجزء الاول هو التشينز والايفنتس اللي تحدث بالامبريوبلاست، والجزء الاخر يكون حول التغيرات والتطورات بالتروفوبلاست. تعرفون الامبريو هو احنا عندنا الامبريوبلاست والتروفوبلاست، فلذلك حيكون المحاضره عباره عن جزئين، جزء يخص الامبريوبلاست والجزء الاخر يخص التروفوبلاست. اللي يخص الامبريوبلاست هي قلت لكم عمليه الفورميشن اوف ذا 3 جيرم لاير امبريونيك ديسك 3 جيرم ديسك وكيف تتكون هذه اللايرز بشكل تفصيلي ان شاء الله، ولكن مثل ما قلت لكم بشكل بسيط. وايضا الجزء الاخر حيكون حول التروفوبلاست ومتغيرات التروفوبلاست وعمليه الكونتاكت بين الامبريو والبلاسنتا. اكيد عندكم معلومه انه الامبريو يتكون وينشئ من الامبريوبلاست، والتروفوبلاست حتعطيني البلاسنتا. فان شاء الله بالجزء الاخر من محاضره اليوم حنتطرق الى عمليه الكونتاكت بين الامبريو والتروفوبلاست. خلينا نشوف. اوكي، مثل ما ذكرنا طلاب، الثيرد ويك محاضرتنا اليوم الثيرد ويك اوف ديفلوبمنت تريلامينر جيرم ديسك. أعزائي الطلاب، قبل أن ندخل في صلب محاضرتنا، خلينا نرجع شوي لورا نستذكر المراحل اللي أخذتوهن، الستيجز اللي أخذتوهن بالمحاضرات السابقة. نرجع إلى بدايات الإمبريو. الإمبريو تعرفون هو بدايته تكون الجميت، الجميت اللي هن السبيرم اند اووسايت، واخذتوا الفورميشن اوف ذا جيميت اللي سميناها جيميتوجينيسيس. وهذه الجيميتوجينيسيس بالنسبه للسبيرم، فورميشن اوف ذا سبيرم كولد سبيرماتوجينيسيس اند اووجينيسيس فور اووسايت. اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو اليوترس اند ذس فاليوبيان تيوب، هذا هو الفاليوبيان تيوب قناة فالو، and this ovary هذا ال ovary. This stages of oogenesis formation of oocyte. عندما تصل ال oocyte full maturation راح يصير بها ovulation، راح تنطلق ال ovum من ovary باتجاه الفاليوبيان تيوب وتستقر في الفاليوبيان تيوب.
اوكي، وكذلك سبين، وكذلك سبين تتحرك باتجاه الفاليوبيان تيوب وايضا الى الجزء اللي نسميه الامبول اللي تحدث في عمليه الفرتلايزيشن. انتوا هذه المراحل ان شاء الله كلها ماخذينها، اوكي، مجرد نذكرها بشكل سريع حتى نربط مع محاضره اليوم. اوكي، مثل ما ذكرت الاوسايت والسبين حيستقرون بالفاليوبيان تيوب بالتحديد بالامبوله اللي تحدث بعمليه الفرتلايزيشن. راح يتكون لي الزايغوت، نتيجه الفرتلايز هي الزايغوت اللي هي تكون 1 سيل. هذه الزايغوت تبدا بعمليه الديفايدد، تبدا مرحله الكليفج، مرحله الانقسامات اللي ال 1 سيل ديفايدد انتو 2 سيل، 2 سيل ديفايدد انتو 4 سيل، 4 سيل 8 سيل، وهكذا، وتستمر عملية الانقسام. هذه الامبريو تعرفون نسميه بهذه المرحلة بلاستوميا. عندما يصل الامبريو الى 16 سيل تستمر عملية الديفايد، ويصل الى 16 سيل نسمي الامبريو هنا موريلا. اوكي، وبهذه المرحلة يبدأ بالدخول الى اليوترس، وتستمر عملية الديفايد الى ان السيل مالس راح يصير بها، هذه تكونت كتلة من الخلايا راح يصير بها differentiation، تتميز into two cell mass، inner cell mass and outer cell mass. بعد ذلك راح يصير بهن ايضا يصير بهن divided، يصير بهن differentiation. ال inner cell mass اللي سميناها امبريوبلاست divided into two layer اللي هن epiplast and hypoplast. Also outer cell mass is called trophoplast, divided into two layer, cytotrophoplast and syncytiotrophoplast. Okay, the inner cell mass راح تنقسم وتتميز الى two layer، طبقتين من الخلايا اللي هي epiplast and hypoplast. وكذلك التروفوبلاست اللي هي outer cell mass، كتلة خلايا خارجية اللي شنو هو ايضا يصير بها divided، سميناها trophoplast، يصير بها divided into layer الى cytotrophoplast and syncytiotrophoplast. هذا كله انتم ماخذين. اوكي، الحد هنا تقريبا وصلنا الى فترة الثيرد ويك اللي محاضرتنا اليوم. الثيرد ويك تبدأ بالغاستروليشن. الغاستروليشن the process that established all three germ layers، ectoderm, mesoderm and endoderm. Gastrulation began with formation of the primitive citric during third week. Cells of the epiplast migrated toward the primitive citric, then detach from the epiplast and step beneath it. This movement is known as invagination. This invagination controlled by fibroblast growth factor 8. الغاستروليشن هي عملية تكوين ال 3 germ layer اللي هن اكتوديم وميزوديم واندوديم. ليش قلنا germ layer؟ الجيرم layer تعرفون الطبقات الجرثومية أو طبقات الأساس أو الأصل. ليش سميناها 3 germ layer اللي هن اكتوديم ميزوديم and endoderm؟ Because this layer من هذه الطبقات حتتكون لي ال حيتكون سوري الامبريو، التشوز، organs، system form from these layers، حتتكون من هذه الجيرم لاير. لذلك سميناها الجيرم لاير، لأنه كل الامبريو تقريبا ينشأ من هذه الطبقات اللي هي أساسها ال inner cell mass، الامبريوبلاست. Gastrulation begins with formation of the primitive citric during third week. كما ذكرنا
الجاسترونيشن تبدأ بالثيرد ويك وتبدأ بعملية الفورميشن اوف ذا بيراميتال ستريك as shown in this slide. هذا هو هذا الإبيبلاس سوري هذا الإبيبلاس in blue color and this in yellow color is hypoplast. Hypoplast and this epiplast. الجاسترونيشن begin with form the primitive citric on surface of the epiplast. يتكون على سطح الإبيبلاست واللي يكون بالبداية عبارة عن narrow groove. زين. Symbolic end of the citric is primitive node اللي تحتوي على البرميتيف بيت. هذه هنا البرميتيف نود اللي هي موجودة بها البرميتيف بيت. هذا هو البرميتيف ستريك. بداية عملية الجاسترولايشن عملية تكوين الثري جيرم لاين هي البرميتيف ستريك. اوكي. Cells of the epiplast migrate toward the primitive citric. Then to touch from the epiplast and stay beneath this movement is known as evagination. هنا الابيبلاست cells of epiplast migrate toward the primitive citric. Cells خلايا الابيبلاست راح يصير بها movement راح يصير بها migration toward هجرة toward the primitive citric. إلى البرميتيف ستريك. When enter to the primitive citric become flask shaped. راح يتغير شكلها ويصبح flask shaped. And detach from the epiplast. ومن ثم تفصل وتنفصل من الابيبلاست and stay beneath it. وتنزلق تحته. يعني تهاجر من الابيبلاست وتدخل إلى البرميتيف ستريك ويتغير شكلها وتنفصل من الإبيبلاست. هذه العملية كلها نسميها بإنفاجينيشن. أوكي؟ واللي تكون controlled by fibroblast growth factor 8 اللي هو أصلاً الستريك سيل ساينثيس is this factor. As shown in this slide. هذه هي الابيبلاست and this hypoplast, this primitive citric and this primitive node اللي تأتي على primitive pit. هنا أوضح هذه الابيبلاست. قلنا cells مال epiplast cells of epiplast migrate toward the primitive citric and become a flask shape. تدخل إلى البرميتيف ستريك وتصبح شكل الفلاسك. أوكي؟ And then stay beneath it. بعد ما تتاتش from the epiplast بعد ما تنفصل هذه السيلز من الإبيبلاست وتنزلق تحت الإبيبلاست. أوكي؟ تكون طبقة جديدة. هنا هذه السيلز some cells intercalated with the hypoplast and another cells form the new layer. بس من هذه الخلايا حيقحم نفسه ويدخل داخل الابيبلاست والقسم الاخر حيكون لي new layer. هنا بهذه المرحلة هذا كله هاي العملية كلها نسميها evagination. اوكي هي الموفمنت والهجره والتشينج اوف شيب والديتاتش. زين هذا كله نسميه انفاجينيشن. نرجع قلنا هنا قسم حيدخل ضمن الهايبوبلاست وقسم حيكون لي لاير جديده من هذه السيلز اللي صار بها ميجريشن. هنا بعد راح تتغير عندنا التسميه. هذه الهايبوبلاست with the cells of epiplast is called endoderm. The new layer is called mesoderm. And this layer اللي هي epiplast اللي ما صار بها cells اللي ما صار بها migration حتكون للإكتوديم. Okay. يعني أصبح عندي إكتوديم, mesoderm and endoderm. And this time بعد ما عندي
ايبوبلاست اند هايبوبلاست، يصير عندي اكتوديرم ميزوديرم اندوديرم، بحيث كل هذه الطبقات تنشأ مثل ما وضحنا من الايبوبلاست. يعني من تسمع انه الايبوبلاست هو مصدر واساس ال 3 جيم رير، صحيح. يعني تعرفون الاكتوديرم تكون من السيلز ايبوبلاست اللي ما صار بها ميجريشن، والميزوديرم اصلا هو ايبوبلاست سيلز ايبوبلاست ميجريشن فروم ايبوبلاست، يعني الخلايا الهاجرات من الايبوبلاست تكونت طبقه جديده، يعني هي اساسا هي ايبوبلاست. وكذلك الاندوديرم يتكون من هايبوبلاست وذ سيلز اوف ايبوبلاست، الخلايا اللي قحمت نفسها ودخلت ضمن الهايبوبلاست. واضح هسه طلاب عملية تكوين 3 جيرم لاير؟ اوكي، ننتقل الى شيء اخر اللي هو formation of the notochord. Prenotochordal cells evaginating in the primitive node move forward cranially in the midline until they reach the precordal plate. These cells become intercalated in the hypoplast, then form notochordal plate. Cells of the notochord plate detach from hypoplast and form definitive notochord. Underlies the neural tube and serves as the basis of the axial skeleton. خلي نشوف هنا بشكل تفصيلي. هذا هو البريميتيف ستريك، هذا lateral view of the embryo. This embryo, this amniotic cavity and this yolk sac. هذا هو الامبريو. Okay. This cranial end and this caudal end of the embryo. This embryo, this caudal end and this cranial end. مثل ما تعرفون البريمتيف ستريك يكون على الكاودال اند. This primitive ستريك and this primitive نود. هذه هي البريمتيف نود وهذا البريمتيف ستريك كما وضحنا سابقا. احنا هسه حنركز على formation of the notochord. كما ذكرت احنا ال cells of the epiplast حسوا migration toward the primitive ستريك. بالتحديد ال cells اللي سووا migration toward the primitive node, these cells move toward cranial in midline. هذه الخلايا حتتحرك باتجاه الكرانيال or cephalic end of the embryo in midline. اوكي، كما واضح هنا midline of the embryo. زين، until they reach to the precordal plate. هذه هي precordal plate، الى ان تتحرك الى ان تصل الى precordal plate. This precordal plate. Then these cells intercalated in the hypoplast and form the notochordal plate. تدخل ضمن الhypoplast وتتكون plate. هذه plate هي notochord plate. Clear? After this, these cells proliferate and detach from the hypoplast. هذه السيلز يصير بها تتكاثر وتنفصل عن الهايبوبلاست. واضح؟ تنفصل عن الهايبوبلاست and form the cord as the definitive notochord. حتكون solid cord اللي هو ال definitive notochord، النوتوكورد النهائي اللي قلنا مثل ما ذكرنا يكون أسفل النيورال تيوب. This area of form the neural tube. هنا يتكون بهذه المنطقة يتكون neural tube. هذا هو notochord. بحيث يكون أسفل neural tube and basis for axial skeleton. ويكون أساس لل axial skeleton. واضح؟ العملية سهلة جدا، عملية formation of the notochord. اوكي، جزء اخر من المحاضره اللي هي وفاة ماب.
I say Fatima established during gastrulation. Cells migrating through the cranial region of the node become precordal plate and notochord كما وضحنا سابقا بالformation of the notochord. Cells migrating at the lateral edge of the node and form the cranial end of the cystic form paraxial mesoderm. Cells migrating through the midcystic region become intermediate mesoderm. Finally, cells migrating through the caudal part of the cystic form lateral plate mesoderm and extraembryonic mesoderm contribute to form the extraembryonic mesoderm with the primitive yolk sac. يعني primitive yolk sac وهذه السيلز تشترك في تكوين الاكسترا امبريونيك ميزوديم. مثل ما هو واضح الميجريشن نت راندم بات هاف ماب. كما اذكرنا انه السيلز اللي يسوي ميجريتنج ثرو ذا كرانيال ريجن اوف ذا نود راح تكون لي بريكوردال بليت اند نوتوكورد، واللي migration through the lateral edge and cranial end of the cystic راح تكون لي paraxial mesoderm. واضح؟ lateral edge of the node primitive node وال cranial end of the cystic راح تكون لي paraxial mesoderm. اوكي؟ وال migration through the mid cystic mid region of the primitive cystic راح تنطيني intermediate mesoderm. وآخر شيء اللي تهاجر through the caudal part of the primitive cystic راح أعطيه lateral plate mesoderm. خلينا نشوف من السلايد السابق كما وضحنا هذا هو ال primitive cystic. هذه هي الميزوديم اللي تكونت من migration cells migration of the epiplast. أوكي كما وضحنا سابقا تكونت عندي الميزوديم. هذه الميزوديرم أقسمها إلى this part called paraxial mesoderm, this region intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. هذا الجزء أسميه paraxial mesoderm والمنتصف أسميه intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. هذا بالنسبة لي الميزوديرم اللي تكونت new layer من migration of the epiplast cell. هذه قلنا مثل ما ذكرنا انه الميجريشن مالتها كانت خلال البريميتيف سيتريك. هذا هو البريميتيف سيتريك، هذا اللاترال فيو، هذا بريميتيف نوت، ذس بريميتيف سيتريك ميجريشن ثرو ذا كاودال اند فورم لاترال بليت ميزوديم، اعطتني لاترال بليت ميزوديم، واللي ميجريشن ثرو ميد سيتريك mid region of the primitive cystic form the شنو intermediate mesoderm. اوكي واللي سوت migration through the cephalic end واللاترال edge of the node من هذه المنطقه بالتحديد كونت الباراكسير ميزوديم. واخيرا اللي تاجر خلال البريميتيف بيت كما ذكرنا هتكون لي نوتوكول. اوكي واضح الفات ماب during gastrulation. another part growth of the embryonic disc. embryonic disc initially flat and almost round gradually become elongated with a broad cephalic and a narrow caudal end. الامبريونيك ديسك جيرم ديسك 3 جيرم لاير نفسه هو نفس الامبريونيك ديسك كلير. حيكون بالبداية عبارة عن فلات اند الموست راوند، واضح غالبا يكون راوند. جراجولي حيصير بي الانجيشن بحيث يكون سيفاليك بارت براد ويراز نارو كاودال اند
تكون النهاية الذيلية نرو ضيقة، بينما السيفاليك بارت تكون أعرض. Growth and elongation of the cephalic part caused by migration of the cells from the primitive citric region in a cephalic direction. هذا elongation وهذا growth يكون نتيجة للcontinuous migration of the cells, epiplast cells, كما وضحنا سابقا في المحاضرة. بحيث هذه الميجريشن تكون through primitive citric وتكون الدايركشن مالتها سيفاليك دايركشن، يعني الحركه مالتها من تصير ميجريشن من الابيبلاست باتجاه البريمتيف سيتريك، ومن ثم الموفمنت مالتها تكون الدايركشن يكون سيفاليك دايركشن باتجاه النهايه الاماميه باتجاه النهايه الرئيسيه. لذلك تكون السيفاليك بارت اعرض من الكاودال بارت. Primitive citric shows chains, shrinks and disappears. Approximately at the end of the fourth week, the primitive citric is disappear. تقريبا حيختفي البريمتيف citric عند نهاية الفورث ويك، يبدأ بهذه changes ومن ثم يختفي عند نهاية الفورث ويك. Okay. In the cephalic part, differentiation began by the middle of the third week, whereas by the end of the fourth week in the caudal part, causing the embryonic to develop cephalocaudal. يعني cephalic part تبدأ بالdifferentiation قبل الcaudal part، بحيث cephalic part differentiation begin in the middle third week، عند منتصف third week، whereas caudal part at the end of the fourth week. شوف ال different، شوف الفرق بين بالtime. cephalic part تبدأ بالdifferentiation، تبدأ بالdevelop قبل caudal part بفترة، بحيث هذه cephalic part at the middle third week، بينما caudal part at the end of the fourth week. لذلك ال development of the embryo حيكون cephalocaudal مو caudocephali. اكو فرق بين انه ال development رأسي ذيلي عن الذيلي رأسي، يعني التراكيب الرأسية تبدأ بال development، تبدأ بالتمايز قبل تراكيب ال caudal part. واضح ان شاء الله؟ اوكي. هذا الامبريونيك ديسك قلنا يكون عبارة عن افلات و almost round، غالبا يكون round، حيصير بيه قلنا growth elongation، ويكون cephalic part broad whereas the caudal part narrow. وذكرنا ان هذا نتيجة cephalic direction، بحيث cells migration through the primitive citric and move cephalic direction، الحركة تكون باتجاه السيفاليك end، لذلك تكون السيفاليك end broad whereas the caudal end is narrow. نتيجة لهذه الحركة الخلايا اللي تهاجر تكون حركتها باتجاه السيفاليك end. اوكي. وايضا ذكرنا انه بالنسبة للبرميتف ستريك حيختفي عند ال end of the fourth week، وايضا قلنا حيكون الديفلوب of the cephalic part before the caudal part. cephalic part differentiation التمايز مالته قلنا begin at the middle of the third week، بينما caudal part يبدأ differentiation مالته، يبدأ التطور مالته عند نهاية fourth week. لذلك سمينا develop of the embryo cephalocaudal، رأسي ذيل. هسه نجي إلى الجزء آخر من المحاضرة. الجزء الأول تحدثنا به عن development اللي يحدث بالإمبريوبلاست. هسه نتحدث على التروفوبلاست.
development of the trophoblast in third week. شنو اللي يحدث بالتروفوبلاست خلال this period? By the beginning of the third week, characterized by the primitive villi. التروفوبلاست بالthird week راح تتميز باحتوائها على الفيلي. هذه الفيلي بالبداية تكون primitive villi. تكون من الساتوتروفوبلاست surrounding by sinusitial layer. مثل ما وضح primitive villi consist of cytotrophoblast core covered by sinusitial layer. احنا تذكرون ذكرنا التروفوبلاست يتكون من cytotrophoblast and cytotrophoblast. cytotrophoblast يكون inner والcytotrophoblast يكون outer بالنسبة للإمبريو. لذلك primitive villi يتكون من ال cytotrophoblast core surrounding by the syncytium. During further development, this cytotrophoblast penetrate by the mesoderm cell. هذه التروفوبلاست حيصير بها penetration بواسطة الميزوديرم. وبذلك تتكون لي السكندري فيلي اللي تكون عبارة عن ميزوديرم وسيتوتروفوبلاست and syncytiotrophoblast. Then cells of the mesoderm differentiation into blood cell and blood vessels. مثل ما تشوفون هنا هذا cytotrophoblast surrounding by the syncytiotrophoblast. هذا هو primitive villi. قلنا ال primitive villi consist of cytotrophoblast core covered by syncytium. بعد ذلك هذا السيتوتروفوبلاست حيصير بها penetration by the mesoderm ويتكون السكندري فيلي. هذا هو السكندري فيلي mesoderm core and this cytotrophoblast اللي تكون محاطة به السيتوتروفوبلاست. هذا السكندري فيلي. cells of mesoderm differentiation into blood vessels and blood cells. حيتكون blood vessels and blood cells. وبذلك تتكون definitive villi or tertiary villi. واضح طلاب؟ خلي نشوف هنا. This imperioblast and this trophoblast. هذا هو التروفوبلاست. This cytotrophoblast and this syncytiotrophoblast. هذه هي cytotrophoblast و syncytiotrophoblast. قلنا primitive villi يكون عبارة عن cytotrophoblast surrounding by the syncytium layer. اوكي هذا هو primitive villi اللي عبارة عن فقط cytotrophoblast محاط بالsyncytial layer. During further development حيصير penetration ذكرنا لل cytotrophoblast by mesoderm cells ويتكون secondary villi اللي قلنا يتكون من الميزوديرم و cytotrophoblast surrounding by the syncytial layer. بعد ذلك قلنا خلايا من الميزوديرم حيصير بها تمايز وتكون لي blood cells and blood vessels. وبهاي المرحلة الفيلس يكون definitive villus tertiary villus. واضح طلاب؟ capillaries in the tertiary villus may contact with the capillaries in the coronic plate and in the connecting stalk. This in turn contact the placenta and the embryo. خلينا نرجع للسلايد السابق. قلنا هذه هي الفيلس definitive villus. The capillaries of the definitive villus contact with the capillaries in the coronic plate and in the connecting stalk. This coronic plate and this connecting stalk.
هذا هو الكونكتيف سالك اند ذيس كورونيك بليت اللي هن يتكونن اصلا من الاكسترا امبريونيك ميزودير. حيصير كونتاكت للكابيلاريز اوف ذا ديفينتيف فيلاس with the capillaries of the coronic plate and connecting stalk. وبذلك حيكون connect بين الامبريو والبلاسنتا. هذه هي البلاسنتا and this امبريو. اوكي، وبذلك حدث ترابط بين الامبريو والبلاسنتا. When the heart began to beat in the fourth week، عندما يبدا هارت بالنبض اللي يكون تقريبا بالفورث ويك، راح تكون الفيلو سيستم از ريدي تو سبلاي ذا امبريو، راح تزود الامبريو بالنيوترنت اند انذر فاكتور. واضح طلاب الكونتاكت؟ اوكي. Cytotrophoblast cells in the villus penetrate the overlying syncytium until they reach the maternal endometrium. They, contacting with the neighboring villus, form the outer cytotrophoblast shield, as shown in this slide. هذا هو الفيلس ديفينتيف فيلس. قلنا حيصير السيتوتروفوبلاست حتسوي بينتريشن للساينسيتيوم الى ان تصل الى الاندوماتريوم، then contact with the نايبور، راح تسوي ارتباط مع الفيلس المجاور وتتكون عندنا شيل. هذه الشيل نسميها اوتر سيتوتروفوبلاست شيل. واضح؟ هذا الفيلس، هذا السيتوتروفوبلاست سوى بينتريشن للسينسيتيوم اللي تحيط به الى ان وصل الى الاندوماتريوم ماترنال اندوماتريوم، then contact with the nipple، راح يسوي ارتباط مع الفيلس المجاور له، وبذلك تكونت لي شيل. هذه الشيل سميناها اوتر سيتوتروفوبلاست شيل. Villi that extend from the coronic plate to the detrital vessels are called stem. Thus, that branch from the side of the stem villi are free villi, through which exchange of the nutrients and other factors. خلينا نرجع للسلايد السابق ونفهم هذا الكلام. هذا الفيلس اللي هي قلنا extend from the coronic plate to the distal plate نسميه stem villi or anchoring villi، اللي قلنا يمتد من coronic plate. هذه هي coronic plate. طلاب البلاسنتا راح نجد بالتفصيل محاضرات قادمة راح نفصل نتكلم عن البلاسنتا، واذكركم باختصار شديد انه البلاسنتا تتكون من تو بارت اللي هو كورونيك وديستيوا. الكورونيك فورم فروم ذا امبريو والديستيوا فروم ذا ماترنال. الكورونيك تتكون من تكون قريبه على الامبريو، والديستيوا من الماترنال. هذا باختصار شديد، بعدين راح نجي تفصيلها بمحاضرات لاحقه. المهم هذا الفيلي اللي يمتد من الكورونيك بليت الى الديستيوا اسميه ستيم فيلي اور انكورينج فيلي. واضح؟ سايدس اوف ذا ستيم فيلي كونسيست ا ثري فيلي اور تريمينال فيلي، يعني جوانب الستيم فتحته على فيلاس. هذه الفيلاس نسميها ثري فيلاس اور تيرمينال فيلاس، التيرمينال الجانبية اللي من خلالها تحدث عملية الاكستشينج للنيوترانس and other factors، أكسجين وغيره.
واضح؟ هذا هو هذا كله نسميه ستيم فالي، هذا ستيم فالي and this free valley اللي تحدث من خلال عملية الاكستشينج. وبذلك نكون اليوم كملنا محاضرة third week وما يحدث بالثيرد ويك. ثانك يو. اوكي طلاب، ان شاء الله المحاضرة ما تكون ثقيلة، ان شاء الله اكون وفيت وغطيت كل المادة. اي شيء طلاب عندكم اي سؤال او اي استفسار ممكن ان تتصلون ونتواصل بشكل مباشر او اي طريقة او باي وقت تحبون. لا تتحرجون لا ترددون، ان شاء الله مستعد اوضح لكم اي شيء بما يخص المادة. وكل شيء اخر انا مستعد لاي خدمة حضراتكم، وشكرا جزيلا للاصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.